ينتظرون عودته ليزفوه، وها قد زفوه ولكن إلى المقبرة شهيدا. الشاب حيدر أحد ضحايا مجزرة العظيم، استشهد قبل أسبوع من زفافه، تاركا خلفه أبا لا يكف عن البكاء. التوا ختمنا له ونريد عرس هسه، وذهب اشترينا له وغرفة وكامل كل شيء كامل، نريد نزوجها. لا تقهرني، متت. وقلت لأبويا لا تروح، ما قبل، وصارت هاي الحادثة. شيء يعني جاي نخطب له غرفته كاملة نزفها نوديه للنجف، ليش هيك؟ ليش؟ ذوو المغدور لم يستفيقوا بعد من صدمة رحيل حيدر، يطالبون بنتائج الإجراءات المتخذة من الجهات المعنية بشكل سريع، وألا تكون الإجراءات كسيناريو الحوادث السابقة. احنا دائما نركض للتحقيق، دائما سووا تحقيق، سووا لجان تحقيقية، سووا، وبالتالي كل شيء ما كنت تسوى في هاي القضايا وتروح وتنتهي. هذا مو صحيح، خلي يعيدون كرتهم، خلي يعيدون نظامهم، احنا حكومة قوية. صورة ملفوفة بعلم عراقي، هذا ما تبقى من حيدر، كما هو حال الشهداء العشرة الذين كانوا معه بعد أن حصد منجل مجزرة العظيم أرواحهم في مكان واحد على يد عصابات داعش، بمسلسل على ما يبدو لا نهاية لحلقاته. جريمة حولت عائلة كانت تستعد لزفاف ابنها إلى مفجوعين برحيله، ووسط فاجعتهم يطالبون بألا تمر هذه الجريمة دون حساب للمقصرين. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.